السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو نفس الفيديو في نفس الجلسة، لكن جزأته إن شاء الله تعالى حتى يسهل الوصول إلى هذه المقاطع. بعد ما بينت لكم هذا، فهذا سكين قد نحتاجه في، هو لسحر وقد نحتاجه لفتح بعض الأسحار. فهذا سحر كذا، هذا للسحر وهذا كذلك للسحر. ما راح الصبأ الذي عليه والدماء كانت عليه كذلك. قد سبق وأن رأيتم هذه الجمجمة وقد عرضتها من قبل، وإن شاء الله أفكر في معرض أبين فيه خطر السحر وتكون الدعوة عامة، لما لا؟ فلنا أفكار، لكن أسأل الله تعالى أن يكون عونا لنا فيها بفضل الله عز وجل. شباب لهم طاقة، أسأل الله تعالى لو كانت هناك قناة فضائية كان الأمر سيكون ما شاء الله وناعما. أقول العالم يستفيد، لأننا يوميا نأتي بالجديد ويوميا نعيش حالة جديدة بفضل الله عز وجل. طيب هذه لاحظوا، هذه جمجمة، وهذا غالبا يكون سحر. ماذا؟ سحر الشيطان. طيب ننظر معي إلى هذا الرمز، وكذلك هذا من سحر عبادة الشيطان. وقد سبق وعرضت فيديو أظهر فيه أن الشباب يذهبون إلى يقتلون هذه الرموز ويضعون على رقابهم، وهم لا يدرون حقيقة هذه الأشكال والصور التي توضع أو الرموز، فوجب العلم بها وعلى الآباء أن يعرفوا كذلك قدرها. هذا سحر سبق وفتحته وبينت عيبه. انظروا، نحاس قوي جدا ويحكم بداخله مادة، قد تكون تراب، قد تكون رماد، قد تكون من آثار خضرة يمشي عليها المسحور، وقد تكون أشياء كثيرة فيجعلونها ويحكمونها. وأحيانا تباع هذه الأغطية النحاسية في أماكن عندنا معروفة ولا من يحاربها، حتى وهي تعلم أن ومعلوم أنها تباع لحفظ الأحجبة والتمائم والأسحار معا، فلما لا تحارب؟ هذه رسالة. طيب كذلك هناك أسحار يجعلونها في أكياس صغيرة ويجعلونها هكذا محكمة، هكذا محكمة، وتدفن في أماكن على الوسادة، في الأعتاب، في أماكن بعيدة، في كل مكان. انظروا ماذا عليها، أنا أحب أن تروا ماذا عليها. ما هذا؟ هذه كأنها بقايا الروث البهائم كرمكم الله، وكذلك معها حبيبات وأعواد وحشائش، لكن دقيقة، هو شكلها صغير جدا. الحكمة من هذا كله أن يكون نوع السحر متعلق بمن أراد سحره، أن يبقى بصفيحة مثلا، يبقى كالبهيمة، بالصورة كم لتمثيل الجمال أو لخرب التفريق بين الأزواج، وهذا لكل سحر ما يناسبه ويوافقه عند الساحر، ويكون هذا بأمر سيدهم الشيطان، وكذلك ما يوافق حال الخادم الذي سيخدم هذا السحر، لأنه هو من سيفي بالغرض وسيعطي العهد على أن يفي به ما بقي. هناك أسحار كذلك محكمة في البلاستيك، هي نوع أتربة، تقول يعني هذه الأتربة تكون عبارة عن خطوات. لاحظوا هذا المنديل الذي عليه آثار النجاسة، منديل عليه آثار النجاسة، قد يسرقون آثار الدم أو آثار النجاسة ويسحرون بها، بل آثار العرق، العرق يسحر به كذلك في المنديل أو اللعاب فيسحر به. تظنون هذا الشيء عادي، لكنه ورب ليس عادي، لأن نرى كيف يعاني الناس يعانون من هذا. انظروا، هذا كتاب عليه سحر، وتعجبون هو كتاب للسحر، فجعل للسحر اسمه السحر العظيم، كأنه قرب للشيطان وما فيه يفي بالغرض، وجعلوه في أماكن كله طلاسم. أي صفحة أفتحها سأرى عليها طماسم طلاسم، يعني هذا كتاب. انظروا، مع أني الآن يعني أفتح هكذا عشوائي، لكن كل صفحة تفتحها تجد عليها، انظروا
واسمه يغني عنه، يعني هذا يعتبرونه الكلية والجامعة السحر العظيم. يعني من أرادوا أن يقتلوه أو يسحروه أو كذا فإنهم يأخذوا منه. وقد سبق وبينت هذا في أكثر من فيديو. أين أنتم يا من تقولون أننا نسحر نحارب السحر؟ يا من تقولون أننا ننبش القبور بل نستخرج الأسحار؟ يا من تقول نستعين بالجن بل ندعوهم إلى الله فيأتوا بأسحارهم التي هم صنعوها أو هم عملوا على بقائها؟ انظر الأسحار كيف تحكم وأدواتها التي الآن تروج لها في كل مكان. انظروا انظروا رمز الماسونية، انظروا الشباب الذي لا يعرف قدر هذه الأشياء، انظروا رموز كلها تدل عليها، انظروا عبدة الشيطان تباع والشباب يجعلونها على أعناقهم ويتبجحون بها فيما بينهم. انظروا رمز الماسونية مع الصليب كذلك. انظروا أين أنتم يا شباب الغد، يا رجال الغد، يا رجال الغد، يا رجال الغد. انظروا هذه كذلك يجعلونها على رقابهم، وهي كلها وقد يكون داخلها سحر يهدى له من فتاة أو من ما يظن فيه خير وهو لا يشعر. وكم من سحر استخرجناه من هدية وحتى من آيات قرآنية. انظروا ما يفعله الشباب، الصليب ورمز الماسونية. ارجعوا لتروا هذه أسحار، هذه رموز عبدة الشيطان تسللت ودخلت بيوتنا فيراها الأب في عنق ولده ولا يتكلم. أصبح كل شيء عادي وليس عادي، سبحان ربي. انظروا إلى هذه الأحجار السوداء مع التراب كذلك في منديل تدفن من أجل غاية، أن يؤخذ الإنسان، قد يؤخذ عن وطنه وعن أهله ويقال غريبا لا يستطيع الرجوع ولا التحكم في ماله ولا في عقله ولا في شيء. انظروا سكاكين، سكاكين كذلك يسحر عليها، ما من شيء إلا ويسحر عليه. انظروا ما من شيء، الزجاج، حلقة شفرة الحلاقة، كل شيء جعلوه مطية لأسحارهم. الزجاج يأخذون الزجاج، وقد تكلمت عن سحب الزجاج والحوادث، يعني حوادث السير، دم المغدور، وهذه الأشياء لأن تكون قوية جدا. وكذلك معه بداخله الفاخر الفحم، وبداخله كذلك موس، يعني يبقى الحرق والجرح والزجاج والكسر، كل شيء يدل على بقاء الحوادث ولزوم الحوادث، وأن تعقبه حادثة تعقبها حادثة. انظروا إلى هذا الكيس، هذه أسحار قد يتعجب الآن الناس منها. هذه أسحار أنا أحتفظ ببعضها، لو احتفظت بالجميع وبينت الجميع لبينت آلاف الأسحار بفضل الله تعالى التي وقفنا عليها. وشوفوا بفضل الله تعالى بعدما أسلم الجن، ولكل حالة قصتها على اليوتيوب أو لازالت عندي أحتفظ بها لم أصلها بعد بفضل الله تعالى. فهذا طيب، هذا يعني حكم الطاجين يطبخ عليه من الطين مكسور، الشتات وعدم المهارة في البيت وفي الطبخ كله مكسور هنا. فكيف توصلنا إلى هذه الأشياء؟ استعان بالجن. لو لم يسلم لله تعالى سبحانه جل في علاه ويقر بعدما وصلت الآيات وقرأت مسامعه وأناب وأذعن وبكى وخشع لله عز وجل، ثم دل عليها إما مباشرة أو تعريضا عن يقظة أو مناما أو بين اليقظة والمنام أو بدلالة صريحة في أثناء الصرع وأثناء العلاج وأثناء الرقية بفضل الله تعالى، فيستخرج السحر حينها نعلم أنه صادق في كلامه وفي دعواه، وحينها نأتي به إلى الله عز وجل فيزداد إيمانه ويسلم ويخضع لله عز وجل، ويصبح الإنسان معافا بفضل الله سبحانه وتعالى. الكلام الكثير هو أن نتكلم بالحقائق حتى في الساعات، حتى في الساعات، وحتى في ما يعتقد أنهم يرشوه لتطهير البيت، يمزج بسحر ليصير كره في البيت مع التنظيف الدائم، كراهية في البيت، رائحة كريهة في البيت، ضيق في البيت، وأشياء تصاحب البيت من نفور الزوج أو الزوجة أو الأبناء، دماء تمزج أو أشياء تخلط فتصير في البيوت والناس لا يعرفون مكانها أو شيء من هذا. هذه أشياء منها ما تناسيت أو أنسان الشيطان قصته أو قصتها، لكن إذا ركز ساحت نستذكر، لكن الوقت يداهمني والغاية عندي أن أعرض أكثر عدد من الأسحار لأنها كثيرة جدا جدا. هذا كذلك محكم، فانظروا كأنه مومياء ليبقى. باللباس، اللباس لا يسلم من آثار السحر
واللباس لا يسلم كذلك من سحري، لكن هذا اللباس أي لباس هذا؟ وكثير من الأخوات يجعلها الجني تلبس هذه، تقتني هذا النوع من اللباس لترضيه، لأنه من النوع الشيطاني، فإما تلبس الأحمر للعاشق أو تلبس ما فيه دلالة على عبد الشيطان فيسعد بهذا كأنها تتقمص وترضي سيده فيتقوى عليها. وسبحان الله كم فتأتي فنعرف النوع الذي فيها من خلال لباسها، توفيق من الله عز وجل. ولا أنسى قصص كثيرة وقعت في هذا، الوقت ضيق لسردها، فإن تيسر إن شاء الله أقص عليكم كيف يعرف الراقي من خلال كلام، همسات، لباس، كل شيء يدلك. يجب أن يجمع الراقي كل هذه الأشياء فتعطيه بفضل الله تعالى، تقربه بشكل كبير ليضع يده على مكمن العقب في هذا الجسد. طيب، أوقفوا وابقوا معنا لنواصل إن شاء الله جل وعلا.